لغة الإسهال الحاد، أنا في عمري 75 سنة متقاعد. سي الحاج راك عرفني وعطي لونجيوغرافي ديال عيني وما تقريش نحل ما بديتوش. وأنا وخويا عنده لافوبي، الله يجزيك الخير، شي وصل لافوبي راه تمحي في الدوخة. الله تعالى يحفظك سي الحاج. نعم مرحبا إن شاء الله. عندك راه الظروف اللي حادثة أنا وصافي. الله يحفظك. الله يسر الله يسر. مشكور سي عبد القادر الإسهال الحاد. تبارك الله 75 سنة. دابا الغريب هو لقينا ناس كثير، ناس عندهم هذا الإسهال، والإسهال تيطول بكري تيطول في 3 سنين 4 سنين. والناس حاليا مزيان تكون عندهم واحد ثلاثة الوصفات مهمين. أولا المغلى ديال الشاي بشكل عام مهم بزاف، واللي 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 زربان ديما يكون عنده الشاي في الطوموبيل، معلقة صغيرة مع شوية الماء. الشاي الأخضر ولا الشاي العادي ديالنا؟ الشاي الأخضر ديالنا في أمان الله وحفظه. نعم. وكل ما ارتقي ياخذ الشعرة يكون أحسن، حيت غالبا الشاي الآخر تيكون فيه شوية ديال الخبرة زايدة. نعم. وما تيعتنيوش به العناية اللي تيعتنيو ديال ما شاء الله. نعم. الشعرة. نعم. فلا بد أنه تكون عندنا الجودة. ثانيا أنه كاين الزعتر من جهة، أو الشيح من جهة ثانية، أو قشور الرمان. علاش الزعتر والشيح من جهة؟ لأنه كاين الناس ما عندوش مشاكل لا كبد ولا أمعاء ولا كلاوي، بغيت نعني على أنه ممكن الشيح الزعتر أنه يستعملوه وغادي يحس على أنه الأمعاء ديالهم غادي تقوى، واحد ما يبقاش الإسهال في الاستعجال، جوج وتيبني الأمعاء. خصوصا انا ملي تنتكلم تنبغي نسمع الناس اللي عندهم الكرون والاخ سي اش ولا سيلياك، لانه الزعتر والشيح تيعاودوا يبنيو الامعاء بشكل جميل. نعم. الاحتياطات اللي كاينه مع الناس اللي عندهم الكبد، ما تعطيهمش الزعتر سخون، ما تعطيهمش الشيح، تعطيهم قشور الرمان. نعم. وقشور الرمان احتياطي، سان باساج سي ماده تدوز في كلهم، لانه مزيان الكبد ومزيان الامعاء من جدا وجديد. اذا الاسهال هذا واحد. عندنا اساليب في الاسهال، كاين الماء المغلى في الحين، جوج ثلاثه كيسان تيقاد الاسهال اذا كان حيني طارئ، والا الثومه. الانسان ما عندوش لاتونسيون تنزل، ياخذ ثلاثه الحبات الثومه مع كاس الماء مغلي خمسه دقائق ويشربهم مزيانه في الاستعجالات. ولكن هدنا عندنا مشكل مع الحاج، لانه غالبا عنده طول به الاسهال. انا اش تنصح في هذه الحاله؟ تغلي كاس الماء، يدير فيه شويه الزعتر والشيح الا ما عندوش مشكل ديال الكبد، والا يدير قشور الرمان، ويحاول يستعمل معاه معلقه العسل الحره. راه معروف ان العسل لاكساتيف، ولكن متى ناخذوه مع قشور الرمان وتنصفيوه ومع حبوب اللقاح 7 إلى 9 مرات في اليوم في الثلاث اسابيع الاولى، المصارين تبداو تيتجمعوا. اش درنا هنا؟ نعم. بدينا تنبنيو لا ميكوز انتستينال، تنبنيو الغشاء الداخلي تاع المصارين. نعم. عندي تقريبا نتكلم على اكثر من 7000 حتى 8000 واحد اللي يتبعوا معنا مختلف مشاكل المصارين. 90% ثلاث اسابيع الاولى تنخرجوا من الاستعجالات ديال الاسهال، وتيبدا حتى ذاك المغص والالم تيخف. بمعنى العمليه ديال هذا الاسلوب ديال حبوب اللقاح، معلقه كبيره، معلقه العسل الحره تكون زكوم مثلا او زعتر، شي زعتر يكون مغربي حر، ورزازات واعر ديال تبارك الله ديال السوس مزيان. كذلك عندنا ديال نواحي الريف هو مهم جدا، او خنيفره تتلقى ديك الزعتره ولكن هي مهمه. فهاد العسل معلقه كبيره مع الماء وحبوب اللقاح مع المغلى ديال قشور الرمان ما امكن، وخا في حاله الكبد او كذا، لقينا راسنا على انه تنعاودوا نبنيو الامعاء من جدا وجديد. عندنا ديك الوصفه المعلومه ديال ديال المرجان. نعم. معلقه غرغره تنستعملو 7 مرات في النهار، متبعده بواحد ساعتين غرغر وشربها، تعيد بناء الامعاء وتطرد الاسهال. نعم. شوفوا كيف تكلمنا على اكثر من 15 وصفه. نعم. وهي كلها موجوده بين يدينا. فين التفعيل؟ ان شاء الله هذا فرصه طيبه باش الناس ينتبهوا ويفعلوا ونتكلموا بها. الاخ ما يكون بس، وان شاء الله بقوا على اتصال. الله يبارك لك في عمرك. ثلاث اسابيع كل ثلاث اسابيع اعطينا من المتابعه ان شاء الله. فعلا عندي تقول تبارك الله. عندك الوزن الزائد سي ميمون ياك؟ زايد ال 100. عندي شي 110. الله يبارك. ودابا ولد كان عاني من الركاد، وحتى انا راجل كبير يعني موسين ماشي صغير، عندي شي 66. شحال في العمر ديالك؟ 66 باقي صغير ما شاء الله. اش من باقي صغير؟ نعم.
نعم. وكنسمع الدكتور كيهضر على الزيت، يعني ملي كنسمعك راه هذه مده كنسمعك الدكتور كيهضر بزاف على زيت الزيتون. وهذا زيت الزيتون ربما هي اللي يمكن كنقول انا دايره بها شيء، يمكن الدكتور لما كيمكن انا كناكل يطرب في السيمانه. ما شاء الله. ما شاء الله. وكنستهلك زيت الزيتون من صغري الى يومنا هذا، كنستهلك زيت يوميا وكناكل منها بزاف بزاف. تبارك الله تبارك الله. وهي اللي كناكل هي وكناكل الحوت بزاف. مزيان. مزيان. وتبارك الله عليك يا دكتور والله ينورك. الله ينصركم يحفظكم يعاونكم. الوغ ما تنساليش سي ميمون الماء مغلي ايترو مع 11، ايترو مع 4 العشيه، وايترو مع 9 الليل. ايترو غليه وشربوا دافي، وايترو مع 10، ايترو مع 4، ايترو مع 9 الليل. هادو رسميا ديما نخلي لي ساعه قبل ما تشرب الماء مغلي ما تكون كليتي والو، وساعه من بعد ما تشرب الماء مغلي. علاش؟ باش يخدم، وغادي تلاحظ واحد الفرق خاص جدا، حتى ركابي غادي يرتاح. وثانيا زيت الزيتون على الريق بلا خبز بوحدو، بلا اتاي بلا خبز، يعني ياخذ معلقه مع ثلاثه معالق كبار. نعم، ياخذ تقريبا واحد 35 غرام حتى 40 غرام. نعم. انا خديتها على الريق الصباح ملي صليت الفجر، ولكن لا داومتي عليها الركابي تيكونوا قويين، وتلاحظ حتى البشره ديالك تكون صافيه، وداك الثقيبات تيكونوا مفتوحين باش يكون الجلد تيتهوى، وتيكون في واحد تبادل ديال النشاط مع الجو الخارجي. نعم. حاجه اخرى عندك العصائر، ما تقوليش كاين تاكلي الخبز مع الفطور او تاكلي الخبز مع العشاء. العصائر فواكه خضر اللي يعجبك، ليمون دلاح بطيخ خصوصا بركان، يعني ما شاء الله يعني. اللي ما شاء الله موجود. وحاجه اخرى، كل ما كثرتي لي من المعدنوس كل ما مزيان. الناس اللي عندهم التعرقات، المعدنوس مهم، تبني الطبقات الجلديه وتبني القنوات الدمويه، وتخلي واحد النشاط ديال الدوره الدمويه، ومقوي للشعر. المعدنوس فيه لا كلوروفيل، وفيه بزاف لي بروفيتامين ا، وتبارك الله فيه المعادن بخصوص فيه الكالسيوم. وغادي تلاحظوا على انه كل من الناس اللي تياكلوا المعدنوس تيقويوا الجسم والطبقات الجلديه، وتقوي القنوات الدمويه، صفاء البشره، وتيطلع الشعر بواحد القوه، ولكن عندك 100 غرام في النهار. نعم. حاجة أخرى عندك حق في وجبة واحدة، هو الحوت. طاجين يكون بيض أو سردين ما عنديش مشكل، شويه أو طاجين، وطيبوا بالخضرة بزاف والثوم والمعدنوس، وخذ خبيزة ديال الشعير أو ديال القمح. عندك خمس شهور بإذن الله نحيد واحد 25 كيلو، تقريبا 5 كيلو في كل شهر. نعم. راه كنجديا نقدر نمشيو حتى 7 كيلو، بمعنى العملية ديال تخفيض الوزن تكون مهمة. وغادي تلاحظ حنا تنمشيو في العملية ديال التخفيض، والركابي بعامل الوزن تيخفف، وبعامل ديال زيت الزيتون والماء مغلي اللي تتشرب، غادي الركابي غادي يرتاحوا، بمعنى المفاصل ما غاديش يبقاو لا ملتهبين لا الارتروز، وغادي تحس بواحد الخفه وحيويه. هذا كله اسلوب اللي عطى نتيجه، كثير الناس الحمد لله تبعوا، اكثر مئات الالاف هذا الاسلوب البسيط، ولكن ان شاء الله فعال وبالصحه والراحه. نعم.